أنا كوزير أو رئيس وزراء أو مسؤول كبير بمسك بركب بهالطيارة وبروح لعند روسيا ولعند إيران. أخي هاي دول أصدقاء، ما برجع لأعمل. أخي أنا وياك واحد، أنتوا صديقنا، أنتوا أصدقائنا، بعتولنا. أرفع الروسي، أراضي روسية صارت، يعني مستأجرين الشباب. ليش ما عم تفوتوا لنا؟ ليش ما عم تدعمونا بالغاز وبالمازوت؟ ليش عم تخلوا المواطن على طول في حالة قهر؟ ليش؟ خلونا في رعام، خلونا كلها نروح نموت، نقاتل هدول اللي عم يسرقوا النفط اللي بالشرق، الغاز والنفط والكذا، وعم يبيعوا لتركيا. أخي بعتونا كلنا نروح نموت، بس خلصونا من هذا الحالة الإزلال الهائلة.